هذا العمل من علامات الاعتماد على العمل قد يكون عمل شريعة أو عمل طريقة أو عمل حقيقة، والشريعة أن تعبده والطريقة أن تقصده والحقيقة أن تشهده، أو إن شئت قلت الشريعة إصلاح للظواهر والطريقة إصلاح للضمائر والحقيقة إصلاح للسرائر. الغيب الغيب في الإنسان. الشريعة إصلاح للظواهر والطريقة إصلاح للضمائر والحقيقة إصلاح للسرائر. أو تقول هو عمل الإسلام وعمل الإيمان وعمل الإحسان، ومعروف الحديث الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أو عبادة، أو تقول عمل عبادة أو عباء أو عبودية وعبودة إلى آخره. فمن علامات اعتماد الإنسان على عمله لعلى فضل الله ورحمته أن ينقص رجاءه في الله عندما يطيع أو يحسن، وأستغفر الله، أن يزيد رجاءه في الله عندما يطيع أو يحسن، وينقص رجاءه في الله تعالى عندما يخطئ أو يقع في الزلل أو الخطأ. ليه؟ لأنه معتمد على عمله. فالاعتماد على العمل من عدم التحقق أو من عدم صحبة الرجال، من عدم السلوك، ما فيهوش إنه صاحب حال، رأى نفسه. فالإنسان السالك الحقيقي لا يعتمد على عمله وإنما على فضل الله ورحمته، لأن الاعتماد على العمل عمل الإنسان بيزيد وينقص، فبالتالي هينقص رجاءه ويزيد مع زيادة العمل ونقصانه، أو مع العمل الصحيح والعمل الطالح، الصالح والطالح. ولكن إذا ما اعتمد على فضل الله ومنه وكرمه، إذا اعتمد على الله تعالى، فالله عز وجل وصفاته ثابتة لا تنقص. فبالتالي إذا ما وقع في الزلل رجع إلى عبوديته وظل رجاؤه في الله دائما. عشان كده الشيخ محي الدين وغيره من العلماء قالوا أن الإنسان دائما يرجو رحمة الله ولو عصاه في اليوم ألف مرة، وفي نفس الوقت في المقابل وأن يخافه دائما ولو كان ساجدا له آناء الليل وأطراف النهار، حتى لو كان ساجد ليل نهار كده ما بيقومشي برضو يخافه، وده الإيمان الحقيقي. عشان كده سيدنا ابن عطاء الله بيقول لا صغيرة إذا واجهك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله. إذا قبلك بفضله مفيش كبيرة خالص ولا صغيرة إذا واجهك عدله. خلي بالك مسألة مش فوضى، عند المحققين الصغيرة والكبيرة لها مفهوم آخر. سيدنا الإمام البوصيري في الهمزية بيقول له يا رحيما بالمؤمنين إذا ذهلت عن أبنائها الرضعاء. سيدنا النبي يوم القيامة كده يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يا رحيما بالمؤمنين إذا ذهلت عن أبنائها الرضعاء، يا شفيعا للمذنبين إذا أشفق من خوف ذنبه البراء. عارفين الحديث لواء الحمد، يا شفيعا للمذنبين إذا أشفق من خوف ذنبه البراء، جد لعاصي وما سواي هو العاصي ولكن تنكر استحياء. قلت لي عاصي، ما فيش حد عاصي غيري في الدنيا دي، بس أنا متنكر وساكت استحياء. قلت لي عاصي وما سواي هو العاصي ولكن تنكر استحياء، ألف البطنة المبطئة السير بدار لها البطاء، لها فيها البطان بطاء. ألف البطنة الأكل كتير يعني، ألف البطنة المبطئة السير، السير لله، بدار بها البطان بطاء،
دار الدنيا بها البطان بتبطئ الإنسان في السير. كل يوم ذنوبه صاعدات وعليها أنفاسه صعداء، أخرته الأعمال والمال عما قدم الصالحون والأغنياء. أوثقته من الذنوب ديون شددت في اقتضائها الغرماء. متقلاه مسكاة في الأرض مكتفاء ديون شددت في اقتضائها الغرماء. عارفين قسمة الغرماء في القانون وفي الشريعة على ما إيه؟ نصلي ونكمل. هو الساعة كام دلوقتي؟ معانا نص ساعة كمان يعني؟ طيب نصلي وقت نصلي ونكمل ربع ساعة.